جديد شركة أبل، هاتف بلا شريحة. ذكرت تقارير إخبارية أن نسخا جديدة من هواتف آيفون التي ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة ستكون بلا شريحة مادية كما هو الحال في الهواتف الحالية. وأوضح موقع مارك رومرز الذي يتابع التسريبات التقنية نقلا عن موقع برازيلي أن هاتف آيفون 15 برو الذي من المتوقع أن يطلق خلال عامين سيكون بلا شريحة على الأقل في بعض الدول والمناطق. وقال إن التغيير في هذا المجال ربما يحدث في وقت أقرب. وبدوره نقل مارك رومرز عن مصدر لم يكشف هويته أن شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون نصحت شركات الاتصال في الولايات المتحدة بالاستعداد لخدمة الهواتف الذكية التي تعمل بالشريحة الذكية بحلول سبتمبر 2022. وأطلع المصدر الموقع على وثيقة تبدو صحيحة وتظهر الإطار الزمني لهذه المبادرة، رغم أن الوثيقة لا تذكر أبل أو آيفون على وجه التحديد. وفي إطار التحول الذي سيطرأ على شرائح الهواتف، ستشرع شركات الاتصال في الولايات المتحدة بتقديم نماذج آيفون 13 بلا شرائح في الربع الثاني من عام 2022. وتباع حاليا كمية من هواتف آيفون في متاجر أبل أو موقعها على الإنترنت بلا مكان للشريحة المادية، ويمكن للمستخدمين فعليا تفعيل الشريحة رقميا عن طريق الإنترنت. وبالنظر إلى الموقع المفترض أي سبتمبر 2020، فهذا يعني أن أبل عازمة على إزالة الفتحة المخصصة للشرائح في الهواتف ابتداء من آيفون 1. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.